كملين فرح وحنروح للملف الاجتماعي اليوم، محطتنا إنسانية بجدارة. حنحكي اليوم عن فريق مجد التطوعي، هذا الفريق الإنساني اللي مثله مثل فرق كتير موجودة بالشام وعلى الأرض، عم تشتغل على الدعم الإنساني عند الشباب وعند الصبايا وعند الأشخاص اللي عندهم مشاكل اجتماعية بكل الأشكال. اليوم نهار الجمعة حيكون عندهم نشاط كمان حنحكي فيه فرح، وحنضوي أكثر عن أنشطة 2020 وأهم الإنجازات 2022. اكيد صباح الخير، بدنا نرحب بآلاء قطيش. حضرتك منسقه السوشيال ميديا مسؤوله السوشيال ميديا، واكيد معنا غاليه الطباع مؤسسه فريق مجد التطوعي، بدنا نرحب فيكم. شكرا كثير، صباح النور لك ولكل المتابعين الاخباريين. صباح الخير عن جديد غاليه، مبسوطين فيكي، يعني عم نواكب نحن كل انجازات فريق مجد، كل ما عندكم شيء جديد عم نكون نحن معكم ونشوف شو اخر انجازاتكم. فعلا دائما الاخباريه بتلقطونا على اي نشاط، وشكرا كثير على لانه خلينا نكون يعني كثير واضحين انه نحن صار يمكن في كثير مواقف حساسه، خلينا نقول طلب منا تدخل فريق مجد وكافة الشباب من المساحة الخضراء يلي شهدنا فيها إنجاز كبير لإلكم لليوم للحالات الإنسانية. فريق مجد على مدار هذا الوقت كلياته، خلينا نحكي كيف تجدد وكيف تطور وشو هي أهم الأحداث اللي عم تحاولوا تواكبوها اليوم. هلا نحن عم نحاول اكيد دائما نمشي مع سوريا خطوه بخطوه، امتى ما احتاجتنا نحن موجودين انه لاي ظرف بنقدر نساعد فيه باي طريقه. لما بتوقف مثلا مثل هلا الظروف مثلا بالبلد منعتنا انه نروح نزرع بالريف بسبب انه مثلا ما في بنزين منيح، ما في مازوت نطلع الباصات للعالم لحتى نروح نزرع، فحاولنا انه بنشكر اول شيء كمان هون سيد دارم طباع وزير التربيه يلي سمح لنا انه ندخل ونزرع جوات المدارس، وبنفس الوقت نعمل نشاطات معينه لهم حتى وقت الحرائق غاليه شفنا كثير همه من الشباب اقل ما يمكن. يعني كلنا قلبنا احترق وقت هي الحرائق صارت بسوريا، بس الحمد لله يعني انه عم نحاول نرجع نعوض هذا النقص اللي صار، ما عم نلحق يعني اكيد، بس حنضل عم نكمل ما حنوقف هذا الشيء. فهلا نحن حابين انه نتوجه نزرع بالارض وبنزرع بالانسان، يعني لما ما نقدر نزرع بالارض نزرع محبه، نزرع اي شيء بنقدر نحطه، وخاصه مثلا بغرسات سوريا الصغيره اللي هن الاطفال تبعنا. هلا رحنا كثير قبل على دار العجزه، دار الاكثر الكرامه، وهيك شيء رحنا على الحكوميه دير سيدنايا، وهلا كانت آلاء عندها فكره كثير حلوه انه نروح على دار الرعايه، دار رعايه فقدي الرعايه الاسريه، جمعيه الدفا، وهن للبنات خاصه. هلا كمان ذكروني لكم على شو عاملينه الرياضيين كثير حلو عنا. نفس فعاليه نهار الجمعه، هي هي فعاليه يوم الجمعه، هدول الصبايا مع فاقدين الرعايه تمام، مشردين ما عندهم اهل اسره مفككه، ليش حبيتوا توجهوا لهم وشو متوقعين يعني انكم تقدروا ان تقدموا لهم، او كيف حتقدروا تاثروا فيهم اليوم بضمن الظروف اللي عم بيعيشوا فيها؟ هلا اول شيء حنقدم لهم حب، هي أكيد. اول شغله لازم نعملها، حنقدم لهم موسيقى، حنزرع عندهم، رح نلون لهم على الدرج كلمات ايجابيه على كل درجه عم يطلعوها، يشوفوا الصبح شيء ينطبع بذهنهم انه الحياه حلوه، انه في امل، انه فينا لقدام نغير حياتنا. كل يوم الصبح لما حيقطعوا هذا الدرج هدول شغلات حينطبعوا بذهنهم. وكمان فكره ثانيه، نحن دائما بنقول انه نحن بنحب كفريق مجد نوجه انظار على شغله، عرفتي يعني نحط الضوء على شغله، ويجوا كل الفرق التطوعيه بعدنا او يعني معنا والجمعيات ويهتموا بهذا الشيء. فهذا هدفنا هلا، هدول البنات يلي نحن عائلتهم وحق ولهم حق علينا كلياتنا كسوريين طبعا. تمام. آلاء بصفتك مسؤوله ومنسقه ان كان بالسوشيال ميديا، وانت يمكن الاقرب من اراء الناس وعم ترصدي يمكن شو هي رغباتهم، شو هي احتياجاتهم، وحتى رده الفعل عن كافه الفعاليات يلي عم بتصير. خبرينا اليوم لما نتوجه نحن لفتيات فاقدي الرعايه، قد ايه كان في طلب على هذا الموضوع او حاجه اذا بدنا نقول، شو التنسيق يلي عم تعمله؟ هلا نحن بالنسبه للبنات بجمعيه دفا، اول شيء لما بدك تطلعي على الفئات حتلاقي انه مثلا هن من البنات يلي كانوا يستغلوا لموضوع التسول اول شيء. كمان في ناس
استغلوا اطفالهم وجهوهم ل يعني قصص ما منيحه لا لمستقبل البلد ولا لهي، فكانت الجمعيه دائما بتاخذ هدول الاطفال اذا ما في رعايه اسريه. بس كيف بتقدر تاخذهم هني عن طريق يمكن شكوى او عن طريق هن بيلجؤوا لكم او كيف هلا مثل وقت قصه الطفلين ورد والثاني اللي ابوهم تركهم على باب المشفى، يعني كانت هي الجمعيه اول مين اخذهم يعني وكفلتهم بمقابل انه يضلوا عايشين عند عمهم، بس هن كافلينهم حياتيا يعني. فنحن دائما بنتوجه للاطفال او كبار السن اكثر شيء، لانه هن اكثر الناس اللي تضرروا اجتماعيا خلينا نقول بسبب الازمه. يعني بنستثمر بالانسان، بنلفت نظر الجمعيات مثل ما قالت غاليه انه مرحبا في هدول الاطفال محتاجين رعايه، محتاجين يحسوا انه نحن محتضنينهم وانهم مقبولين، حتى انه نميلهم مواهب يعني يروحوا على المدرسه يكفوا دراستهم يتعلموا مهن، يعني ما يكونوا اقل من اطفال ثانيين عند عائلاتهم. يعني طبعا بتصير متابعه بعد مثلا ما يدخل الاطفال على يعني انه خلينا نقول دار للرعايه، ان كان لفاقدي الاهل كان حدا انه بالشارع او شيء، عم تتابعوا القصه انه اليوم الاطفال شو وضعهم، عم يستفيدوا، كيف عم تتم معاملتهم، وين وصلوا؟ هلا دائما المتابعه خلينا نقول حكوميه اكثر، يعني باشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل هي اللي بتتابع مع الجمعيات انه شو عندكم مثلا حالات، شو في اطفال، شو في كذا. مثل دار الكرامه يلي زرناها بصراحه يعني بعد ما زرناها صار في توجه اكبر من جمعيات، من شباب، من فرق تطوعيه احتضنوا هدول الكبار بالسن. يعني هذا دائما بيكون هدفنا، اما الاشراف على الحالات الموجوده دائما بيكون للمؤسسه نفسها. الحالات اللي انتم قدمتوها يعني كان هدول الاطفال اللي اول مره بنروح على تبع الرعايه فقدي الرعايه الاسريه يعني للبنات، فمشان هيك ما فينا نقول لك انه تابعنا لسه فيها. يعني مثلا نحن رحنا مدرسه مدارس، بس هي اول مره بنروح لعند بس هي كخطوه غاليه خلينا نقول هي خطوه عن جد رائعه. مثل ما قالت آلاء بنشوف صبايا بعمر الورد اذا بدنا نقول للاسف بيتم استغلالهم بكافه النواحي، يمكن بيعدموا طفولتهم ومراهقتهم وشبابهم، بيخسروا كثير من حياتهم. فهي الخطوة عن جد احنا كتير بحاجة لها، انه نحن اوكي في كتير شغلات بالحياة ممكن نعملها، بس التوجه للإنسان قديش هو شيء كتير مهم اليوم، ان كان اطفال، ان كان فتيات، ان كان كبار السن يلي هنا يمكن اكتر الناس بحاجة يمكن لكلمة طيبة، لدعم، لرعاية. قدي لمستوا هذا الشيء من خلال تفاعلكم مع هدول الاشخاص او الفئات؟ يعني كاطفال بشكل عام هن بحاجة اهتمام، كتير منهم فقدوا ناس من اهلهم، فقدوا حتى بظل الظروف الاقتصادية انه مثلا ما العالم ما بيقدروا يعطون الاهتمام اللازم، الالعاب اللازمه، الشغلات. فكيف هدول يعني انا صادفت بنت من هدول البنات بتذكر 10 بالليل قدام كان مول هون بالشام، انه احلى قايلين لما ممنوع ترجعي على البيت اما قايلتي لابوها متوفي، ما بترجعي قبل ما يصير معك هالمبلغ الفلاني من بيع مثلا المسكه او البسكوت اللي معك. انه بنت 10 بالليل بهالبرد مضطره تجمع مبلغ معين حتى ترجع على بيتها لعند امها، فبتحسي هدول هون كيف تتصرفوا؟ يعني كيف بدنا نحن نحجم هي الحاله ونصغرها؟ البنت اوكي واهلها بحاجه للعمل، لكن ما بصير تنحط بالطريق بهذا الوقت وبهي الظروف، هون كيف يكون دوركم؟ كيف تتعاملوا؟ يعني نحن بصراحه ما يعني اللي قدرنا عليه انه نبحث وين بنلاقي مثل هي البنت، بس انا ما فيني اروح احكي مع امها للبنت او اجبرها انه تعمل اي، يعني انا بنظري انت انزلي اشتغلي وخلي بنتك صح. بالبيت يعني مو تنزلي بنتك. فيعني بنفس الوقت قلنا لحالنا انه لا نبحث وين بيكونوا هدول كحكوميا او كدوله او كجمعيات بياخذوهم، ونحاول نعطيهم الحب اللي بنقدر عليه، الاهتمام، التدريس مثلا، نروح نسمع منهم اكثر من نروح نلقي عليهم محاضرات، ناخذ منهم انتم رسموا لنا، انتم لونوا لنا، انتم حكوا لنا، يعني انه هيك نسمع نعطيهم الاهتمام اللي هن بحاجته. خلونا نحكي عن 2022، اكيد في خطط ومشاريع لتقدروا تكفوا، وقد ايه اليوم مهم هذا الحب والرعايه اللي عم تقدموه للغير يكون موجود معكم ضمن افراد الفريق كمان، كيف عم يتم التعامل بالفريق الواحد؟ ونحكي عن اهداف 2022. هلا ان شاء الله يعني اول شغله بدي اسلم على حدا من فريقنا نحن كثير كثير بنحبه، هو كابو التراس اورانج الوحده، بنقول له نحن اشتقنا لك كثير كون معنا، هو من اهم اعضاء فريقنا وعسيره الحب اللي بين بعضنا، انه نحن كثير كثير بنوجه له كل الحب والتحيه. هلا الشغله الثانيه اللي بدي اقول انه نحن لساتنا مستمرين بالزراعه مثل ما قلت لك بالانسان وبالارض، حاليا انه عم نحاول نعمل شغله على ارواح الناس، كل حدا متوفي له حدا
او انه فاقد له حدا، انه عم يزرعوا له شجره عن طريقنا، مثل عم يتركوا بالمشتل نحن تركنا لكم 10 شجرات زيتون على روح فلان الفلاني، فعم نحاول ندرج هي مثل كره التلج، وكل ما لهم عم يكتروا، كل ما حدا عم يجي هالرد عم يجي عالم ثانيين. كنت بدي اقول لك كمان على الزراعه، انه بمناسبه عيد الحب هلا جايه بعد اسبوع، نحن حابين انه ندعي كل الناس انه كل حدا بيحب حدا انه يهديه حياه، يهديه شغله ما بتموت وهي الشجره. يعني انا مثلا بحبك، بتمنى لك النجاح، بهديك شجره نجاح، شجره سلام، شجره امان. حلوه كل الفكرة. شجره تماما من هي قد هديني غاليه الشجره منيحه لعيونك الك عندنا شجره. كيف الاسعار بتناسب الوضع الاقتصادي؟ والله ماشي حالها بتناسب، يعني انه فيكي حسب قديش عمر الشجره، فينا نقول 10,000 اذا عمرها يعني 5 سنين وصارت قويه وبتعيش. هي عم نحكي فيعني مو كثير، فيك تلاقي ب 900 ليره، فيك تلاقي ل 10,000. هلا اليوم الشباب بجوز انبسطوا على الفكره انه نحن حابين نعطيكم الحب والحياه. وهي غير سيف 500 ليره اليوم صبايا ما بظنوا مبسوطين اكيد يعني. علاء خبرينا اليوم عن، خلينا نقول انت كيف بتتصرفي اليوم ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف فينا نرصد هي الحالات الانسانيه اللي كثير عم، كيف عم بتلاقي تجاوب العالم؟ هلا كموضوع الرصد دائما نحن بندور على الشيء، ما فيني اقول لك الترند، بس الشيء الحقيقي، الحاله اللي بتتطلب مثلا. تمام، بس نحن دائما يعني بيناتنا كفريق بنشارك هي الحاله، يعني انه بننشر لها، مثل قصه العاميه اللي بدت فيها زينب يمكن وقتها وشاركتها، كان موجود بالطريق، فحتى انه انتبهت المحافظه واخذوه وتبنوه وحطوه بدار. يعني نحن دائما عم نحاول ضمن امكانياتنا نلفت نظر العالم، المجتمع لهي الحالات. ف يعني نحن يعني كيف بدي اقول لك، اجتماعيا معتمدين على السوشيال ميديا، او مثلا بالطريق شافت غاليه حاله مره او مرتين، يعني مره حدا عم يبيع محارم، مره عمو اي غاليه غاليه على مواقع التواصل وبتصور لايفات وما بتنطر. يمكن هي بتبدا ونحن بندعمها دائما، يعني كثير حلو، كثير حلو. غالية اليوم إذا كل شب أو كل صبية شاف حالة إنسانية أو شاف شيء غلط وحكى عنه بطريقة صح، نحن ما بدنا نصطاد بالمية العكرة مثل ما حن بدنا نقول، بس كمان حلو نضوي على الشغلات الغلط ونصححها، حلو نشوف هاي الحالات الإنسانية اللي هي فعلا بحاجة حقيقية للدعم من كل النواحي، ماديا، إنسانيا، عاطفيا، كل النواحي نحن بحاجة إلى. فقديه اليوم مهم كل شخص منا يكون مسؤول سوشيال ميديا، وكل شخص يكون اليوم مسؤول محل ما هو قاعد. كتير شيء مهم، وهي الطريقة الأولى لحتى عن جد نقدر نصلح مجتمع كامل وبلد كاملة وعالم كامل. إنه لما تشوفي شيء أنت غلط وقلبك يقلك إنه ما تستني وكتير ترسمي للقصة، فورا ضوي عليها بحب، مو باستفزاز ولا بكراهية أو سلبية، حل العالم حيحسوا الشيء اللي طالع من قلبك وحيتوجهوا لهالحالة وحيصلحوها. وإذا أنت هيك صلحتي شغلة صغيرة وكل حدا صلح شغلة صغيرة، كل بلدنا وكل حالنا بإذن الله بيتصلح لأحسن حال. كتير إن شاء الله، إن شاء الله هيك بتكون نشاطاتكم على الأرض عم تعطي شغلات إيجابية. ومثل ما قلنا السوشيال ميديا هو سلاح ذو حدين، يعني إذا نحن اليوم منا قادرين نوجهه بشكل صحيح فهو أكيد حيكون عكسي وسلبي على الشخص نفسه أو على الحالة نفسها وعلى صاحب البوست. ده على صاحب البوست جدا. بس هي ضمن الصيغة كيف الأدبية، خلينا نقول لما عم نطرح حاله، يعني عم نستخدم الصيغة القانونية الصح. يعني أكيد هو اختصاصكم بالنهاية، يعني عارفانين كيف تشغلوا بشكل صحيح. بدنا نتشكر وجودكم اليوم بصباحنا لليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق. بدي غالية أطباء مؤسسة فريق مجد التطوعي، والسيدة ألاء قطيش مسؤولة إدارة ومسؤولة قسم السوشيال ميديا بفريق مجد التطوعي. شكرا. شكرا لكم وصباحكم فل وياسمين، وهيك ان شاء الله صباحكم طاقه ايجابيه على طول. يعني طاقه ايجابيه هي هي، خلونا نضل نفكر ايجابي حتى يصير كل شيء. اكيد طبعا. شكرا غاليه، شكرا الاء غاليه، نحن عاطفين منك لايف اليوم. خلص لعيونك سوا ونشوف. لا تنسي الغرسات قليله على عيد الحب.